مع عرض مسلسل النهاية عام 2020 للنجم يوسف الشريف، والذي تطرق لفكرة روبوتات ذات الطابع البشري والتي يمكنها القيام بأدوار البشر ولكن بقدرات وإمكانيات أعلى. اعتبر الكثيرون أن الأمر مجرد خيال، بل إن صناع المسلسل أنفسهم كانوا يتحدثون أن مسلسل النهاية مسلسل خيال علمي. اليوم وبعد أكثر من 4 سنوات من عرض المسلسل، يبدو أن الخيال الذي تنبأ به يوسف الشريف ورفاقه يقترب من أرض الواقع. فمع التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يثار تساؤل هام حول إمكانية تحول الجيوش إلى قوات اصطناعية بشكل كامل، بينما تتسابق الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين في تطوير تقنيات عسكرية متقدمة تعتمد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي. لا تزال هناك تحديات كبيرة ومخاوف بشأن هذا التحول. الجيش الأمريكي على سبيل المثال يجري بعض التجارب المكثفة على دمج روبوتات مع الجنود في تشكيلات قتالية مختلطة. خلال تمرين أطلق عليه مشروع التقارب، تم إجراؤها مؤخرا، استخدمت خلاله مجموعة متنوعة من الروبوتات وطائرات بدون طيار لتقديم دعم ميداني للجنود. والهدف هنا هو استخدام هذه التكنولوجيا لتخفيف المخاطر على الجنود وتقديم معلومات إضافية لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع في ساحات المعارك. جدير بالذكر أن التحديات التقنية ليست الوحيدة التي تواجه هذه التحولات، فهناك أيضا قضايا تتعلق بالتنظيم والأخلاقيات. بينما يمكن للروبوتات القيام بمهام مملة أو خطيرة قد تعرض حياة الجنود للخطر، هناك إجماع على ضرورة الحفاظ على القرار الأخلاقي بيد البشر. يشير المسؤولون العسكريون إلى أن القرارات الحاسمة في القتال، خاصة تلك التي تتضمن أخلاقيات الحرب، لا يمكن تفويضها بالكامل إلى روبوتات. من ناحية أخرى، تسعى الصين أيضا إلى تطوير أنظمة قتالية، حيث يشكل التفوق في هذا المجال جزءا من استراتيجيتها العسكرية. تلك تقنيات مثل الغواصات الذاتية القيادة والطائرات بدون طيار الذكية تجسد جهودها في هذا المجال. ومع ذلك يثير هذا السباق التكنولوجي مخاوف حول استقرار التوازن العسكري العالمي، حيث يمكن لتلك الأنظمة أن تغير طريقة إدارة الحروب بشكل جذري يخرج عن إدارة وسيطرة البشر. في النهاية، بينما يبرز دور الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الجيوش المستقبلية، يبقى التكامل بين الإنسان والآلة هو النموذج الأكثر واقعية في المستقبل القريب. يتطلب هذا التكامل تطوير تقنيات موثوقة وآمنة وضمان بقاء القرارات الأخلاقية تحت سيطرة البشر. ومن أجل تحقيق ذلك، ينبغي على الحكومات والمؤسسات العسكرية التعاون لتطوير أطر تنظيمية وأخلاقية تعالج التحديات المرتبطة بهذه التقنيات الجديدة. فهل نرى مستقبلاً الجيوش النظامية تتحول إلى روبوتات مسلحة؟ شاركونا رأي في التعليقات.